ايوه سيدي. راكم على فامي ولا وحدك في اسبانيا؟ لا عايش وحدي، ايه بيان. عايش وهبط وحدي. هبط هذا العام في الصيف ولا؟ هبط الصيف هذا ان شاء الله، اللي جاي نهبط يا الله يسهل خويا. شبيه دير. انت تهبط البلاد ولا ما تهبطش؟ عندي كيلكو زاني ما هبطش خويا. عندك علامة، تبغى تشوت. جي بونس با نقدر نهبط دروك، راك تعرف يكرهوني بزاف الجزائريين. تحكي عاد تحكي يديروا لك تعود. هم يعرفوني بزاف، راني خايف على بالك. ما مش يعني خايف ولا، مي راك تعرف كاش واحد ولا يتخبى يحقرك ولا سي يغدر. جزائريين مش حقارين. يا اخويا الدين عندهم شويه فيه، كاين تعصب في الدين. انا تبي نقول لك خويا، انت حر، الدين باين، الاسلام باين، واليهودية باينة، والكفر باين، وكل واحد يختار شنو باغي يدير. خويا انا حال لايف نحكي على الدين بطريقه منهجيه، يعني نحكي بلا لوجيك بلا راسيوناليتي. وهاد الناس هادو ما يعجبهمش الحال، يقول لك لازم بالايمان. نقول لهم انا مانيش مؤمن، فوالا فوالا، وانا شويه الجيريان، راني حاب دوله ديمقراطيه. الور كاين بزاف لي ايه تمام. انت لك المشروع تاعك لما تنشر الالحاد؟ انا مانيش ملحد، انا لا ديني، مانيش ملحد، بس ملحد واحد مش لقيت 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 تجاوب من بتكذبش، قول صراحه، لقيت تجاوب من في التيك توك من الجزائريين دخلوا معك في المشروع هذا. راني مخرج، راني قريب 25 30% من الجزائريين، ما على ما تعرفنيش وكنا ما سمعتش بيا. راني مخرج قريب ماشي عارف شحال مليون جزائري من الاسلام. انا مين مخرجهم هادو؟ تيك توك فيه غير بزوز، شا خرجت؟ يا ودي اسمع، اليوم راهي في تمر رصد، في تلمسان، في وهران، في غيليزان، في بجايه، في ماني تيك توك غير بزوز، تيك توك فيه غير بزوز، شا خرجت؟ ولك حسب رانا في تيك توك حبيبي، دوك رانا مريحين، وراهم يحكوا معانا الناس، مريحين معانا فاميليات من تمر رصد، من طارف حتى لتلمسان، بارتو خويا. وسائل التواصل الاجتماعي ما بقيناش تاع بكري، فهمت؟ وهنا نحكوا كما راك تشوف، يعني ما بقاش بون ابار المتدين اللي طلعوا يسبوا الامهات وكلش. حنا توجور كما يقولوا ستيل كالم، ريحوا كالم، ونسيو نقدموا الحجج تاعنا، والناس حره. حنا ما نوبليجيو حتى واحد، حنا فقط نخلوا الناس يروحوا كما انا جيت بروبوزي لي، انا انسان مسلم ما نقعدش في الاسلام، عم ساعدني الاسلام انا. بيان سور اخويا، مي الاشكال اسكو راك في الاسلام باسكو تعرفوا، ولا راك في الاسلام باسكو تتبع والديك لقيتهم مسلمين راك مسلمين؟ هذه هي لا كيستيون. ما نتبعش انا والدي باسكو انا ما عندي مول 13 ولا خرجت من الدار، كنت عايش وحدي ملي عندي 13 عام. وي مي كي نقولوا تبع والديك، ماشي نيسيسار تبع لي بارون، تبع عايش البيئه. مع والدي. وي وي كيقولوا هذه ماشي نيسيسار تبع يماك ولا باباك، يعني تبع البيئه تاعك. زدت في بيئه مسلمه تولي مسلمه، واحد هندوسي زاد في الهند يولي هندوسي، واحد مسيحي زاد فوالا. خليني نفهم، خليني نفهم. هي تقريبا الناس قال لي مسلمين في لي مسلمين مسلمين بالفطره، بالك كي زاد قدرهم يصلي راه يصلي، ما على بالاش على راه يصلي. فوالا فوالا، فهمني؟ توتا في داكور معك. هذه على بها اني قلت لك لا، وانا عندي تجربه ديزاني كي ندير دي ديبان. أنا مسلم عن قناعة، أنا مسلم عن قناعة، يعني عن قناعة، عن معرفة. وأنا أعرف شوية هكا على حسابي، نصلي، ندعي ربي، حامد ربي والحمد لله. وهذه ما يسموهاش قناعة، هذه يسموها مسلم عن وراثة. قناعة هي معرفة، هي أنك تعرف الدين، تعرف باغ إكزومبل، كنا نسقسيك دروك على الرسول باغ إكزومبل، سيرة على الرسول، نسقسيك حاجة دارها الرسول تقول لي وين عرفها. مي أنا متأكد باللي أنت كيما 99.9 تقريبا اغلب الجزائر باللي ما تعرفش الدين، يعني 99% ما تعرفش الدين الاسلامي. عطاها مسكين. ايه واش غادي نديرو اخويا، واش اشنو كان غادي نديرو؟ واعر واعر الاسلام، واعر اخويا. هي ما يصبر، هي ما يصبر، داروا عليه وصاية يخرج. هاو ميهوب. السلام عليكم. اهلا عمي ميهوب، كي راك؟ واش راك حبيبي؟ والله لا غاية. وانت يا لا بس خويا، واش هذه الميرينغي هذه؟ الميرينغي؟ واه.
هذا اسم داروا لواحد المساعد الاول. سمحتني صابني كيقول نوالم هذا الاسم سماني الميرينجي، ما كاش ميرينجي واحد في التيك توك اللي هو انا ميهوب. ما كان والو، انا يا المدعو الميرينجي ساكن في عين دفله بلديه عين البنيان. قدم نفسك انت. انا ميهوب من الدشره من الدوار ما غليزان، ولايه غليزان من دوار ولاد سيد الميهوب. الله يبارك الله يبارك، الله يحفظك الله يحفظك ميهوب خيار الناس. يعطيك الصحه. وكنت راعي غنم ومن بعد ركبت من الحماره ركبت للطياره، والان راني ساكن في النرويج. ها الهضره. وانا يا كنت راعي الابقار ونسوق في الخرفان وكنت مساعد بناء وضروك راني ماسو. ما شاء الله. والله غير كبار راني نقول لك انت ما تقولوا يا والله لا عليك انا يا جماعه عندهم يعرفوني. سبحان الله، يخلق من الشبه 40، يعني عندنا تقريبا نفس المسيره. سبحان الله. الله يحفظك الله يحفظك ميهوب الله يحفظك. ها دوك ندخلوا في الصلاه. هذه هي اللي نحوش عليها. وانت مسلم، انت مسلم ولا كافر؟ ها؟ انت مسلم ولا كافر؟ لا 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 انا مسلم، انا يا مسلم، انا مانيش كافر. هو لا لا الحمد لله. انا كنت حاسبك قلت لي ميرينجي كنت حاسب بكافر، اعوذ بالله. هو لا 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 عمي ميهوبي، لا لا عمي ميهوبي، انا يا والله لا مسلم نكذب عليك. وذيك النهار طلع معايا الشيخ القرضاوي ولا مش عارف اسمه هذاك السوديسي اللي سقسيهم يقولوا لهم الله تصلوا ولا ما تصلوش. الراد بار ارحب، قال لي دخل عندي دار لي كيما هكا اللي الميرينجي، قال لي قال لي تصلي ولا ما تصليش، قال لي سقسيك. كنت رايح كشغل حشمت منه اخينا. شفت هذاك الفيديو؟ شفته ولا غير عندنا الصح؟ ماشي كذب عليك، ما عنده الصح، دخل مع واحد شيخ. ما شفته. سمحتني يا ودي، كنت راح نقول له شكون انت يا عزرين ولا انت يا الاخر كي يسموه هذاك اللي يجي للقبر كيف يسموه؟ كي يسموها؟ ما على بالي هذاك ثعبان الاقرع. والله ما نعرفه كيف يسموه، ليسونسيال طلع عندي قال لي منا. ومن بعد كنت راح نقول له انت يا هذاك ويسقسي فيا لا تصلي وما تصليش وانت يا شكون؟ انا ما فهمت والو، والله ما فهمت والو. قلت له ويا انا قلت له راني نصلي وراني ناكل في الرمان وكيما كان الحال. قلت له لا بغيت ربي يا الشيخ، قلت له ادعي لي معاك ربي. يا رب والله ما دعا لي يا راح ديرك. قول لي قلت له ادعي لي معاك ربي هو حافظ الستين وكاع بالك دعوته مستجابه، والله ما بغاها الدعوه التاليه وحسدني فيها. ما حبش يدعي لك، بالك دعا لك في قلبه. والله ما بغى يدعي لي، ما شتوش يا قلت لي شت الفيديو والله ما بغاها. صعيب بالك دعا لك في قلبه. انا هذيك لا 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 هو ميهوب ما شكيتش، هو لا لا على حسب الجاست اللي دار هذيك ما شكيتش. والله ما ينسقسيك ميرينجي. عندك صحاب كفار خارجين من الاسلام ولا جامي تلقيت واحد كفار خارجوا من الاسلام؟ عندك صحابك ولا جامي؟ اوه لا لا اوه لا 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 اوه لا لا اوه لا لا جامي تلاقيت مع واحد عندك صاحبك ولا صاحبتك ولا خرجت من الاسلام؟ ما عنديش، ما عنديش لا اله الا الله محمد رسول الله. انا ما عندي حتى واحد كافر، عندي صحابي يقولوا قاعد هنا في فرنسا وسويسرا والالمان وبلجيكا بصح ما مش كفار، كاع مسلمين كاع يشاهدوا. ها والله العظيم والله كاع يشاهدوا. يعني مثلا انا قالوا لي هنا في التيك توك هذا معمر غير كفار، قالوا لي الجزائريين كاع خرجوا من الاسلام، تما يكذبوا هذو. يا هو شكون هذا اللي قال لك انا يا كافر؟ والله العظيم لا قالوا لي كافر. هو لا 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 نشهد انا يا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، انا مانيش كافر انا مسلم والامن والحمد لله يا ربي ما نكذبش عليك يا ميهوبي. ها والله العظيم انا خاطيني رانا نديروا لايف ورانا نقصروا وانا مساعد بناء، انا مانوفري هنا نوري لهم الخدمه وش ياكلوا بعد الترافا ياك فاهم كيفاه، حاجه واحده اخرى مكاشه. ولا معايا هنا يكتبوهم قالوا لي احنا كفار، قالوا لي احنا خرجنا من الاسلام. انك دنك الذبان المنت باقي نفتح لايفك ما سيدور فيا الذبان. شو قالوا لك؟ كان معايا هنا كتبت لي وحده قالت لي انا، قالت لي انا مرتده، انا قالت لي انا ملحده. كيف ما فهمتش؟ قالت لك ملحده، مانيش عارف شنو هذه ملحده. لا 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 ما كاش منها ما تديش عليها. شوف 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 كيف نضربك، شوف 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 ميهوبي، شوف ميهوبي. امي هو بيقول كان نربحك توقف على راسك هو بيان سور، هو والله غتوقف على راسك. والله غنوقف على راسي. هيا روح هيا. او لي كل طاوله بوك شريك، والله لا ربحتني بصحتك.
ما كاش المدمرين موشينو اكسبريت هوب 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 اوي اوي عندكم اضربوا في البوكس اضربوا في البوكس اوي وهمي هو بيا ودا وراي عندك دونجي وما كانش على بالي نو مو كنت ندير حسابي لا غالب هذه هي لا غالب يا طالب هذا كيفاش يقول غنينا شي اغنيه هذيك تاع لا غالب يا طالب امي هو بيراك في غير ليزانو لا ما رانيش في غير ليزان راني في النرويج ايه هذه وين جايه وين جايه هذه بعيده شويه في شمال اوروبا والدعوه ثم عندكم مليحه الحمد لله والله بيان الحمد لله يا ربي هذه هي الكلمه اللي كنت نسناها من عندك تجي الحمد لله نعمه ميرسي خويا يعطيك الصحة ميرينجي ومرحبا بك صحة ميهوبي تهلا في روحك صحة خويا صحة تهلا في روحك صحة ميهوبي صحة صحة خويا استغفر الله واتوب اليه لا حول ولا قوة الا بالله قولي انت صحة يا رب ديما عندهاش عندها واحد ولا مش متابعين هاني حاب يكون عندك 20 40 50 100 افتح قلبك يا سمسم عسلامة عسلامة عمول وش راك حبيبي الحمد لله وش تونسي الأخ لا والله سوري سوري مرحبا بك الله يعيشك حبيبي الله عليك هيا مشير قال يا ما خصني سوري أنا خصني واحد جزائري ولا كاش كاين بزاف هم يطلبوا فيها بلوني مي نحب نلعب مع الناس اللي عندهم الغاشي لقيتها جديدة السلام عليكم مديوني السلام ورحمة الله وشنو هذه مديوني ميرينجي والله راه عنده هذا كان عنده الغاشي نشوف هذا توماس هذا لا تذهبوا بيع السعادة ما خصنيش بيع السعادة هيا توماس لعب معايا خليني نهبلو لا تقلق منهم ايه عروبي حاكمه شويه لا باس خويا الحمد لله وين اخوك انا اخوك وين تعرفني انا باش تقولي اخوك وشنو وين تعرفني باش تقولي خويا نقول لك السلام عليكم كي دايره سام تقول تم تالي عرف وليت صاحبي هاو مالك غير بشويه هذاك القحبين تاع ديرو مع الناس الكوافا اللي متغلط فيهم ما ديرهاش معاك على الغاشي بيان سور راني عارف بلي انت ايوا باش ندير معاك كي حاكمه في غير ليزان انت باين بلي مارق وكلش لا 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 والله والو والله والو انا ليزان سي بلاد جدودي وبلاد الناس اللي ماتوا عليها سواء في وقت الارهاب ولا وقت الثوره ولا يخراي انتوما كي دير انتوما هي مغالطة شخصانة هلا الور كون جملة واحدة بدون ذكر انتوما خراي الور كي تبغي تطلع وتكون عندك القدرة انك تناقش نطلع حبيبي ونعاودو
نعاودوا من نقطة ال ما كاش مشكل، ريح شوية شرب كاس ما بارد ونعاودوا نطلعوا، ولا حبيت تهضرلي على آدم ولا نوح ولا ما كاش مشكل، اختار أي نبي هضر عليه، راك حشمة تهضر على الرسول اللي هو خير خلق، اللي هو وحي يوحى إليه، اللي هو وما أتاكم الرسول، يعني خليت لي السنة، ما هي السنة؟ ما ثبت لنا عن حبيبنا محمد من فعل وقول وتقرير، هذه كاع رميتها في الزبل، راك حاب تهضرلي على نوح، ما كاش مشكل. ما هضروا لك على نوح سيدي، راكم حشمانين قلتوا يا سبحان الله يا ميهوب، والله ما تحشم يا غليزاني يا 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 يا, يا, يا قاضي يا غليزاني، وليت تخلي كاع المسلمين ولاو يحشموا، ولاو واحد يهضر لك على نوح، واحد يهضر لك على لوط، واحد يهضر لك على ادم، ولاو يحشموا بالدين تاعهم، ولاو يحشموا بالرسول يا ربك، ولا يطلع يقول لك ما نهضرلكش على الرسول، نهضرلك على نوح على الكتاب، يهضروا بالنقطه، يا روح نهضرلك على نوح، بس بصح على هضرت لك على هاد الانبياء هادو سليمان وكلش، غادي نجبد لك الكتب تاعهم. واش داروا الجرائم اللي داروها في الكتب تاعهم؟ ابا مع حبيبي على ما على بالكش هذا البنادم هذا الغليزاني راه كان مسيحي في فتره، كان في خرافه مسيحيه كذلك، ويعرف طري طري بيان واش كان داروا هادو. نقرا لكم كاش مشكل حبيبي، تفضلي يا استاذ مرام. ولا استاذ مرام اهلا خويا. اهلا اختي، واش راكي؟ لاباس الحمد لله. انت مزيان؟ انا مزيان مزيان مزيان. دابا انت ما تخافش؟ والله لا نخاف يا مدام، كي تطلع عندي امراه سبحان الله اصابوا بالرعشه وبالخوف لا تتخيل يا مدام. لا لا ما تخافش من الله يعاقبك. الله انت هي الله مدام، انت نخاف منك اكثر من الله. بصح والله العظيم لا نخاف منك، انت احسن من الله. خافش تكون ماشي في بلاصه وتنزل عليك شي حجره من السماء؟ مدام نخاف انت كتربطيني ولا كديري كش حاجه ولد تعلقي الصوت حتى اراه. لا اما الله ما كنخاف منه يا مدام، والله ما نخاف. لا لا انا ماشي شغلي فيك، حياتك هذيك دير فيها ما بغيتي. ويلي ولا انا ما غاديش نعاقبك، حتى واحد ما محقو يعاقبك بصراحه، ولكن ما تتخافش زعما تكون ماشي وتوقع لك شي حاجه. وعلى نكون ماشي ما يقدرش الله يجي عندي دروك هنا، لازم يقرع حتى روح نمشي. هذا الله هي. ها يما فهمتي، هذا الله يعطيك الناس. ولا تكون ناعس ولا شي حاجه بحال هكا، تما الله لا يعطيك الناس غير كينعسوا كيمشوا. مازال نقولوا الناس ماشي شغلهم فيك الصراحه. الله معنا دروك ولا ما راهش معنا؟ راه يسمع فينا ولا يسمع فينا؟ لا معنا ديما معنا فيما مشينا. مفروض دروك راه معنا، كي كنت نعاير فيك وقلت له والله انت خنزير. وصراحه الله ما مول فاش نسمع هاد الهضره عليا كتجيني غريبه. نو نو مي انا وسيد سب. لا كنسمع لك انا ما نسمعش مرام. شوفي انا جامي نسب، انا فقط انا نعطي مثال للاخ، انا ما نسبش، فقط هو اللي سبني فكرت بانه كاين ايه قرانيه تقول الله عز وجل يقول في ايه يقول المسلمين يقول لهم ما تسبوش واحد ملحد ولا لا ديني، يعني الكفار يقول لك باسكو كون هذاك الكافر ونسي جامي يسب لازم يقول هذه الكلمه اللي قلتها، الور هذا يعني الله راح يعاقبهم، يقول له يا ايها الذين امنوا لا تسبوا الذين يدعون من دون الله ورسول فيسبوا الله ورسول عدوا بغير حق. المشكله المسلم نمو يحفظ هذه الايه، نمو هذه يعلموها له في المدرسه يقول لهم اتونسيون باسكو راه الامر من عند الله عز وجل، يقول لك ما تسابش كون واحد كافر. هذاك الشيء اللي كنعرفوا حنا يا ربي كيقولنا ما تسبوا حتى واحد، ولكن هو يسب. ايوا ماشي كاع الناس بحال الحال، ولكن ربي كيقولنا ولكن الله هو الله كيسب، ولكن الله يسب. لا الله حاشا حشومه مادام الله في آية اسمعي مليحة كتبيها وروحي، الله في سورة القلم رقم 13 يقول لواحد الوليد بن المغيرة هذا يقول له أنت متكبر ود القحبة. لا نعرف الشيطان شاد الهضرة ويلي. روحي مادام حوسي عليها، لما لقيتيها صح روحي عندي غراني شاهد ندخل الإسلام. سورة القلم رقم 13 وعتل بعد ذلك زنيم. إيوا أنا خويا أول مرة نسمع هاد الهضرة أصلا، أنا اللي كنعرف هو كل واحد كيديها في راسو، كنعبد الله ما داخلين سوق راسنا، كنحترموا جميع الديانات اصلا حنا متعايشين. والله ما دام روحي شوفي حوسي عليها، لما لقيتيهاش غادي تلقاي. ويسب المشركين يقول لهم نجس، يسب اليهود يقول لهم انتم حمير كلاب، يسب المسيحيين
ويلي مع الشيطان، ربيت بالمسيحيين زعما ربيعة حرف لو عمشي يسبهم. ما يسبهم في سورة الفاتحة، يقول لك غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يقول لك هادو غير، يقول لك هادو مغضوب عليهم وهادو ضالين. وفي آية وقت أخرى يقول لك يحملوا أسفارا كالحمار. ما تهدرش على الناس، هذاك يهدر علينا حنا، خصنا نمشيو لسيرة المستقبل. يقول لك غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يهدر على النصارى واليهود. وفي آية أخرى مضام يقول لك يلهث كالكلب، ويقول لك اليهودي يقول لك مثله مثل كمثل الكلب يلهث، يقول لك ثاني يحمل أسفارا كالحمار، يقول لك يحمل التوراة كالحمار، كي يحمل باجاج يسب في اليهود. مضام الله روحي حوسي مضام وحوسي، غادي تلقى غادي تدخل عيط لهم مرتين. دابا انت بنيتك ربي غادي يسب في اليهود، وعلاش يخلقهم الدبار اصلا؟ زعما ربي تحرق لا، يقول لك بيان سور، يقول للمشركون نجس، المشركين ثاني يخلقهم هو يسبهم، يقول لك ما نجس. نو نو نو، ربي كيبغي جميع البشريه على وجه الارض. انما المشرك، ايه قرانيه، انما المشركون نجس، يقول لك يلهث كالكلب. يمكن ذاك انت غلط وقيله في الايه، ما يمكنش ربي ما غاديش يبقى يهدر هكا على الناس اللي هو اصلا خالقهم. حنا نقول لك واحد الحاجه، حنا في المغرب عندنا كاع الناس بحال وراه المغربي يا ربك. شوفي لا شوفي واش يقول ربي في السوره، في الايه خمسة، في الايه خمسة سوره الجمعه، شوفي مثل الذين حملوا التوراه ثم لم يحملوه كمثل الحمار يحمل اسفارا. شكون هما اللي حملوا التوراة مدام؟ شكون هادو اليهود؟ هاي يقول لك هاي آية قرآنية، روحي اقرأيها سورة، يقول لك مثلا كالحمار، أي سب فيهم يقول لك الحمير. بغي نزيدك مدام، أنا نقول لك القرآن، تعرفي الرسول، كنت تعرفي الرسول واش يقول مدام؟ أنت أمازيغية ولا؟ نو نو، أنا مغربية. ماشي أمازيغية؟ أنا مغربية، لا لا، ما نعرف، ما هي مغربية. وي أمازيغية مدام. نو الله اعلم صراحه، ولكن انا المسلمين هادو مدام، ولكن حنا تربينا مع المسيحيين مع النصارى بحالهم بحال مدام. هاد الريافه تعرفي، هاد الريافه هادو، الريافه هادو الريافه ديالكم كاين فيها مسلمين؟ كاينين طبعا. ايوا كنت باغي نتلاقاي مع، شوفي انت مسلمه كنت تلاقاي مع كشريفي ولا كشريفيه، ولا تقول لك دابا انا نحب اصلي وفصلي وتفتخر بالاصل ديالها، تعرفي الرسول واش يقول لك؟ يقول لها بصحتها شغلها هذاك من المولى. لا لا، يقول لك سراسي، يقول لها بصحتك شغلها، يقول لك قولي لها روحي مصي القضيب تاع باباك. اويلي اويلي، هذا الرسول يقولها في حديث، من تعز، سمعي مليحه، من تعز بعزاء الجاهليه فاعظوه بهني ابيه ولا تكنو. فهمتي خويا؟ انا ما نكتبش عليك، انا سمعتك كتهضر هكا قلت بلا تندخل. روحي حوسي مدام، روحي حوسي، تعرفي باللي اكتشف هذا الحديث هذا، يعني راه حديث، انا نقول الحديث والناس قولي باش تروح تبحثوا وتسمعوا. تحبين ندير لك دروك الشيخ العتيميين، واحد من اكبر علماء يعني اهل السنه والجماعه، هذو اخر 200 سنه، يهضر عليه في اليوتيوب تاعو في التسجيل، الحديث يسموه من تعزى بعزاء الجاهليه فاعظه بهني ابيه ولا تكنو، حديث صحيح. الرسول يقول لك يعني واحد امازيغي يجي عندي يفتخر بجدوده اصله، قالوا الرسول قال لي لا سمعت يفتخر، روح قول له مص. ولكن هذا غير حديث ولا صورة؟ والله ماني قلت لك الصور قبيله، تدرك انا نقول لك الحديث. لا، حبيبنا رسول، حبيبنا رسول الله، يعني كلش في القران في الله. خويا حنا هاد الهضره صراحه هاد اول مره نسمعها. المهم انا خويا تعجبني، الله يسهل عليك، ما عنديش مشكل صراحه هاد الله مع واحد. ميرسي يا مدام. ولكن داك الناس اللي كيطلعوا يزبلوا فيك اللي ما كنفهمش علاش هما كيتزبلوا فيك، وعلاش هما خصهم يدافعوا على الدين؟ عندنا ربنا هو اللي كيدافع على الدين، ما حتى شي واحد ما خصو يدافع. ما كاش مشكله مدام، انا نقول لك منك لمولاك، مولاك هو اللي. ميرسي يا مدام، يعطيك الصحه. يلا خويا شكرا. شكرا لك الاخ يطلع معايا. ما فهمتش كلب الحديث اللي قلت له هذا، قلت لي خطا. لا طلعتني انا، لا طلعتني، شا طلعتني ندير انا ضرب. علاش الحديث اللي قلت له ضرب؟ قلت لي كذب، قلت لي ما كاش منه. انت كذاب انت. يعني الحديث ضرب اللي قلته ما كاش منه. شوف شوف شوف، غير بشويه، انا والله نتبعك حبه حبه، نتبعك حبه حبه، ترجع انت مسلم، ترجع مسلم وتولي شيخ، تولي كي عاد تولي ترقي للناس، انا كون قدك. باسكو انت كافي غلطوك شي عباد وطحت في كيما نقولوا عقلك صغير، شنقول عقلك صغير بالخف، طحت في اللعبه
غاتكون نجي نوري لك، انا نجي نوري لك العفايس اش كاين في الدين واش كاين في القران، والله لا تحير. هل ها امي هوبي هوبي قول 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 واه قول واه غير واه برك هذا ما كان واه. اسكو تعرف كاع المذاهب؟ قريت كاع المذاهب؟ لا اغلق شو ما تاع خويا الله يخليك دقيقه. صح صح نسمعوا الشيخ صالح فوزان دقيقه، نسمعوا الشيخ العثيمين. ما دخلنيش في هذا، انا ما دخلنيش في هذا، انا قلت لك اسكو تعرف جاوبتني على سؤالي ولا جاوبتني؟ الحديث اللي قلت لك من تعزى بعزاء الجاهليه فاعذه به من ابيه ولا تكنه، هذا الحديث صحيح ولا مو صحيح؟ لا مش صحيح. شوف يعني ما طابق، شوف انا نعرف، انا نعرف اي حديث ما يتطابقش مع القران ما عنده حتى علاقه مع الدين، هذو كاين بزاف. هذا ما يرجعني وقال ما يعرفش ما هو، يا إما هذا حمق ما يعرفش ما هو، ما على بالوش بلي أنا مخرج ربع الجزائريين مخرجهم الإسلام وراني قريب الحق 50% مقبول. هذا وقال مسكين جديد، معليش بقى معنا خجلان، هذا أبو خجلان ما وقال ما يعرفش ما هو. ريح شوية ريح شوية دوك تعرف ما قرآني مولو إنسان جاهل كون قرآني دوك دوك واحد شوية يعرف شكون عمومي هو دوك دوك يحوك هابلي حملي هو يعرف. واش ميهوب؟ مغيوارا مغيوارا ميهوب، هذا بيرسوناج تاع مانغا ميهوب، حنا نتبعو الكوميكات. الكوميكات نشتيو الكوميك، نشتيو الحكايات ونشتيو يحكيو لنا حكايات، يحكيو لنا شوية على 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 ثور وعلى القمة تاع آدم كان فيها 60 ذراع هذيك نهبل عليها، يونس كان في 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 مش في بطن الحوت 1000 عام، هذه الحكايات هذو هذه ما نعرفهاش، هذه ما نعرفهاش. ايوا مورا واحد السيد ركب فوق حمار وطار السما. اي هذه سمعت بها ثاني قالوا لي عليها. رواو لك هذه الحكايه؟ رواوها لي وي هذه عند عند الزردشت، هي هذه زردشت تطلع للسما ثاني، هو ركب فوق واحد الحيوان وطار للسما وكلش زردشت موجودة في الديانة زرسي. قالوا لي واحد سيد خونها من بعد وبدلها وحكاها لهم طريقة أخرى. اسمع بها قال لك صلاة بعد جاية من زرسي يوم، وي هذه تاني وزرسي يوم، بعدها جاء واحد سيد في القرن السابع قال لك سيدي وقيل خونها منهم وجابها لهم، بس كون موجودة عندهم ماشي غير صلاة كلش. رواعر بزاف هاد السيد أمي والله رواعر والله العظيم. ومام كي كان يخلط كان يقول لهم فرعون، ما عرفش اسماء فرعون، ماما كي قال لها مريم اخت هارون خلط ربها كاع، ما على بالوش باللي هارون اخو موسى وخلطها في مريم ام عيسى، يعني انكحلها دين والدها. ماما كي كان ينقل ما يعرفش ينقل واحد سيد. والله يا بيه مش اقول لك يا خويا، والله راك امريكا راك ديزني بعيد على بالك. والله غير ما دريت شراك راني مشوكي، والله راني مشوكي انا كان يشوف معاك مشوكي مانيش فاهم كيف عبت. خرج عبد كيف كافي والله غير يا خويا. شوف انا عندك كل احترامي ويعطيك الصحه. ماشي انت تبع المسرح وتبع هاد الصوالح ولا؟ انا نشتي المسرح، نشتي كلش، نشتي انا نشتي بزاف لي زار، نشتي بزاف الموسيقى شغل نشتي. عندي وليدي ممثل ويدير المسرح وكلش. الله يبارك الله يبارك يا خويا، قولوا برك قولوا سماك شغل عنده، سما عنده كفاه يقدر ينسبيري روحو، سما عنده الحكايات ويقدر هكذا يزيد. جايبها وليدي راه عنده مام مشارك في ديفين في نتفليكس وليدي، غير مانيش باغي لنا. الله يبارك الله يبارك امين. يحب كنت نروح نشوفه في الصيف، شفته بزاف يموت يدير تياتر، قالوا له حاجه مليحه مام انا وليت نبغيها كان خاطيني تصوالح. والله غير حاجه مليحه بزاف امي على بالك. انا هيك شغل الحق يعني اكتشفت التياتر هكذا شويه ريطار تمام، وتعلمت منه حوايج بزاف، والحاجه اللي تعلمتها سورتو سي حنا كنديروا عندنا التياتر حنايا، هنايا الطريقه تاع التياتر اللي يديروها هنايا، هنا يحكوا القصص بايزوم تاع المناطق تاعهم، بايزوم سواء في الحرب العالميه الثانيه تاع النازي ولا كي سلكوا اليهود ولا هما الحرب تاعهم هذو تاع العصابات ضد النازي ولا لي صور تاع المراه ولا يعني لي صور اللي تعرضوا لها، ويديروها عبر يعني قطعه كما يقولوا تاع تياتر. فهمت؟
ويديروها في هذيك المنطقه في الباديه تاعهم ولا في الفيلاج تاعهم ولا، وتلقى اقبال كبير كبير كبير، يعني يقدروا يخلقوا بها كلتور فيها السياحه، فيها دراهم، فيها ناس خدامه، ومعطوا فيها متعه. فيها متعه وتتعلم يعني منها، يعني ما كيما وكاينه حاجه اسمح لي هذه الحاجه الاهم، انهم ينقلوا التاريخ نتاعهم عبر هذيك التياتر هذاك. فوالا يحكوا الاجيال القادمه، فوالا هاشا كان عندنا قبل داكشي كان عندنا، وحنا الثقافه نتاعنا يعني كيما الثوره كيما التسعينات كيما كلش، المفروض هذه كاع تكون وين ما تمشي تلقى قصه كيما هكا كلش، ولكن المشكله احنا لازم هي الثقافه هي اللي تنمي الامم، هي اللي تنمي الامه، يعني شغل كيما نقولوا حنايا c'est instructif, c'est quelque chose qui peut يعني élever l'individu au rang de quelque chose de. احنا حاسب بنبوع اللي يكون يديروها دروك دير فيلم لازم يديروا الحجاب. فوالا هكا كيما نهار داروا الفيلم هذاك تاع على بن مهيدي، هذيك هي اللي خرجت شويه بوليميك في هذاك الوقت يا اخي، شغل ما عجبهمش الحال تما، شغل كيما نعتوا هكذا مجاهدين وشهداء وشغل كيما نقولوها ابطال هكذا، كانوا يشربوا وكانوا شغل عايشين كيما كانوا عايشين فرنسا، وشغل ما عجبهمش الحال، شغل ماهيش متابقه على الاسس تاع الدين تاعهم، شغل وصلنا شغل نولي نبدلوا التاريخ، نبدلوا حوايج بزاف، وصلنا هذيك تاع فورماطيونا يعني من الصغر، هذه كاينه منها شغل الحق، يعني شغل كون ما تعرفش كذا ناس من الدين ما تقدرش تعرف يعني واش فيه. ما انا ما نكذبش عليك، كي بديت نعرف هذا الدومان ونتفكر بلادي نبقى نبكي، باسكو حنا 130 عام تاع الاسوار راحت، وصدقني في كل دشره عندها نسور، مع يا اما مع الاحتلال مع بزاف صوالح، هادو كلش راحوا هباء منطورة بلا ما يتحكاو للاجيال القادمه، ومازال التسعينات دروك، ومازال ما دونوهاش، كاين بزاف قصص تاع التسعينات مازال بسبب هذوك القوانين وهذاك القمع وكلش، المهم راهي عندنا مئات الافلام غير التسعينات باش يعلموا الاجيال تاعنا واش صراو، ولكن للاسف العبد والله ميهوب شغل العبد مليحه العبد، شغل كيما نقولوا هنا ليليف لي كونسيونس، يخلي الناس واعيه شويه، تعجبني بزاف انت والله، غير راني نتبعك انت برك، يعني ما نتبعش شغل كي يكون عندي الوقت كذا ندخل نشوفك، وعندي عندك صح كيف نقولوا سافوار فير، عندك شغل بيداغوجي كذا تمدها للناس، وحاجه مليحه هكا كي تكون كاينه كيما لاغورا هذيك تاع بكري في وقت اللي قرا كيتو، شغل حنايا رانا وصلنا لها هكذا، وصلنا للبوان هذا تاع عندنا دي سباس هكذا اللي نقدروا نتعلموا منهم، ونقدروا نشوفوا ناس هكذا يعطيوك دي سورس، يعطيوك مصادر، والناس اللي ما تعرفش، والناس اللي راهي تسب واش راح دير، ما عندك ما راح دير سماك، شغل يعني شغل غالب ما تقدرش تسدي معاك الناس بكل، يعني شغل كاين اللي يتبعك كاين اللي ما يتبعكش، ويا رايحه سماك، شغل كاين اللي يبقى في الجهل وكاين اللي سما، هي سي اون كيسيون دو شوا، يعني شغل كل واحد كيفاه يخير، يعني سما ناس تحب تمشي، وناس تحب تعيش، وناس تعيش الحياه، وناس تعيش الموت، وهذه هي سماك، شغل ما على باليش الا كان ميرسي خويا، يعطيك الصحة، سيتي ان بليزير نحكي معاك، والله سيتي ان بليزير اميهوب، سيتي ان بليزير اخويا، رانا معاك شوية كما يقولوا اي ام هابي. ما دراك خويا ما دراك عادلة والعمر، واش راكي؟ واش راكي عادلة؟ ميرسي. جمال نوغاتل، جمال جمل حقاتي ولا نقاتي ولا وش؟ ميهوب خويا العزيز، السلام عليكم. ميهوب ما طلعش الفئة اللي قبل لي يشاهدوا بالله. طلع. خطرة الجاية ندير لك بلوك. ما حبيتش ندير لك بلوك دروك، خطرة الجاية ندير لك بلوك. نضل غير نهضر معاك، قلت لك ما تقوليش واش ندير، الله يرحم الرب اللي جابكم.
شنو نشرة؟ يو يا حبيبي. السلام عليكم. يا سلام. شرك فيه في سافا لاباسك مليح. بيان. ميهو. اسمع قول لي برك لو بوت باغ اكزومبل، تخيل انت لو كان تلحق باغ اكزومبل تنحي الدين الجزائري. كيفاش راك تتخيل في المجتمع تاعنا كيفاش راح يولي؟ راح ديزوسيه؟ باسكو الدين راه داخل من التقاليد و صح حنا رانا ديناه فطريا. ايا واش راح يصرى للمجتمع تاعنا؟ علاش واش راح يصرى؟ اتخيل برك انا واحد من حنا ماناش كيما الاوروبيين مثلا اللي رانا لي باغ اكزومبل ما يهضروش على الدين كاع، ما على بالوش كاع. راك تشوف هنا في اوروبا 90% واحد ما يحكيك على الدين هذا كاع، ما بقاش كوم ديسكور. حنا في البلاد 99% الناس كاع حياتهم كاع متعلقه بالدين. تا باغ اكزومبل مجتمع كيما تاعنا ديجا شفت زعما الناس اللي تطلع كيفاش تخاطبك، كيفاش هذيك لاهاج كيفاش يخرجوها بطيح الكلام وبالكفريات. كيفاش راك تتخيل انت باغ اكزومبل مجتمع كيما تاعنا باغ اكزومبل دخلوا هذه الفكره ويلفا ديزوسي باغ اكزومبل حياته من الدين، من الاله اللي راه خالقه واللي راه باغ اكزومبل المحنه اللي راه عايشها في حياته كومبلي، او يستنى باللي ربي باغ اكزومبل اللي يعطيه البديل كيموت. كيفاش راح تدخل هذه في راسك؟ ما فهمتش والله ما فهمتش. وانت راك عايش بالدين ولا بلا دين؟ مانيش نحكي فعليا انا كفرد، انا نحكي على المجتمع. انت ماشي جزائري؟ انا جزائري بيان سور، بصح انا مانيش عايش في الجزائر. انا نقدر انا راني مسلم كروايون، مي مانيش متشدد ولا جو مون فو. انا باغ اكزومبل لو كان جيت في كروايون ما نقدرش نسمع لك. لا انت ماشي متشدد وهذوك الجزائر متشدين. راك تشوف الناس اللي تطلع باريس. السؤال تاعي واضح، علاه انت ماشي متشدد وهذوك الجزائري متشددين؟ انت خير منهم. باسكو انا عايش في سوسيتي، مانيش عايش في الجزائر. انا بوتيت لو كان عيط لك من الجزائر نطيح لك ديريكت وندير لاراج تاعي عندك تو دو سويت. انا راه معايا عايشين من الجزائر ما يعيطوا لي، ماهمش يطيحوا يطلعوا معايا، وكاين اللي من الناس يساندوا فيا يسمعوا فيا. كان عندك بورسونت معمره من الجزائريين، عندي عند ماريا عند كاع الجزائريين، عند جيلو عند جاك عند وقت من الجزائر ما يعيطوا ما يحكوا معنا وكلش. علاش انت عايش في اوروبا ما عندكش انترنت يا دين ربي؟ هذا الكلام تاعو ينطلق توجور من حاجه بلي انا فري انا احسن من هذا. وانا مانيش، انا قلت لك انا الحاجه اللي ننطلق منها باني انا ولد الجزائر وانا ابن الجزائر وانا كيما هاد الجزائريين هادو. ميهو ميهو بالحب قالي والله لا فرحت كي طلعتي معايا. انا تاني والله لا فرحت. انا جما طدي باك تو اكسبت على بالك؟ قلت لهم ما يضرا ولا يطلع معايا ميهو. نو والله لا والله والو والله العظيم انا فرحت بزاف بزاف، باسكو كنت حاب نحكي معاك، باسكو ما نكذبش عليك راني نشوف اللايف تاعك وقبلي وراني ما نكذبش عليك راني فيغ دو توا. ميرسي بوكو ميهو يعطيك الصحه. والله غير جو سوي فريمون فيغ دو توا. وسقسيت عليك بزاف، قلت لهم شكون هذه دين ربي، شكون هذه اللي فتك؟ باسكو ما فهمتش ربها والو. قلت لهم هذه شكون وعندك ستركتوري تقدمي مواضيع شابه، كاين هذاك النظام، كاين هذاك جادوغ لللاف تاعك ما نكذبش عليك. يعني والله نتمنى الاخرين كاع يديروا لا ميم فاسون كي موا. والله بليزيور فوا حابه نهضر معاك كي تطلع عندي نقول لي كون غير يطلع و باسكو موا جو تروف سي لا ميور فاسون، سي لا ميور فاسون، سي لا فاسون اللي ندير بها هنايا. نو والله غير جام بيان لي لايف تاعك، وما ماني نحس بلي كاين مكاش هذاك كاين الكالم وكلش وكاين دي ديبا. فرانشمون ما عندي ما نقول لك. شوف انا نحب الاحترام، نحب الناس مثقفين اللي يطلعوا عندي اللي يعطوا لي معلومات، ماشي اللي يجي يسبوا
بو ريان. انا نرحب بكاع الجزائريين في اللايف تاعي مهما كان المعتقد تاعي، ما يهمني ان شاء الله يعبد بقره، جو مون فو. انا اللي يهمني انه ندي منه الافكار ونتعلم منه، هذا ما كان ميهم. انا على بالك المذهب تاعي تاع، انا المذهب تاعي تاع ميمونه، ميمونه تعرف ربي، ربي يعرف ميمونه. وانا المواضيع توعي كاع ضد التطرف الديني ومحاربه الافكار التي تدعو الى العنف و... ولا نحن من ضح. كيف تقول لي بلي انت مسلمة؟ ايه مذهب ميمونة راني نقول لك. وي على بالي مذهب ميمونة. اه اوكي مان بيان والله غير بيان صافي بليزير. انا ثاني ما عنديش مشكل واحد يكون مسلم ولا غير مسلم ولا، مي اني هم يعجبوني لي لايف تاعك وفرونشمون ماشي غير انت يعني، انا هدرت لهم كاع وديفا بار اكزومبل، كاين بزاف ناس خاصة هذوك اللي ما عندهمش هذاك النفاق، ما عندهمش هذيك الوصاية، ما عندهمش هذيك، نحس كاين بالنوع من لا ليبرتي، كاين نوع من فوالا، كاين الجودة في لي لايف تاعك. وي باسكو كيكون الاحترام تكون المصداقية. نو الاحترام هذا ما نقدرش، شوفي معليش الاحترام راه نسبي، باسكو الاحترام اللي عندك انت ماهوش اللي عندي انا، واللي عندي انا ماهوش، كل واحد يشوف الاحترام. صديبون هي الطريقة نتاعك انت كي تشوفي هي ليسونسيال، انت عندك طريقة، عندك منهجية وراكي مأمنة بها والناس يعرفوها، فهمتي؟ هذا هو، ولازم يريسبكتوها. انا نجي عندك لازم يريسبكتي الطريقة نتاعك وانسي دي سويت، باسكو راكي دايرة اللايف واللايف هذاك تاعك انت، وانت هي اللي ديسيدي. ما حبيتيش باغ اكزومبل الناس واحد يطيح ولا يقول كلام ولا، هذاك حقك. ولا. شوف انا كاينه الام تاعي ملي فان تاعي ديجا اصلا تبع كاع لي لايف تاعي، انا نقول لهم شاك فوا كي طلعوا ما تسبوش، يا وعيب كاين ناس بارفو يبعثوا لي دي ميساج من لوبيتال اوسبيتاليزي تبعوا فيا، ايماجين توا، يا دي فامي يسمعونا كوميم. لي زالجيريان مازال ما لحقوش لهذيك الدرجه وين يعرفوا يناقشوا الافكار وما ما يطاكيوش ما يشخصوش يعني، والله غير سي دوماج. انا نتمنى لو كان نرتقيو شويه. بون مي بيان سور لازم لا ليبرتي ديكسبريسيون، نرتقي وشنو هي يعني نرتقي و جو سي با، مانيش عارف باش نقولوا كلمات نرتقي بالنفاق، نرتقي بكلمات اللي نديروا هذيك، مانيش عارف انا نديروا لي ماسك كي نهضروا مع واحد. سا ديبون كل واحد عنده القراءات نتاعو، اسكو نديروا دي ماسك كي نهضروا مع صحابنا نهضروا بلغه، وكي نهضروا مع الكبار نهضروا بلغه. انا شي با فان هذيك الساعه رغم اني انا كبرت فيها يعني، كبرنا احنا فيها هذيك زعما، كي تهضر مع الكبار دير ماسك كوم كوا باللي انت محترم ما تقولش هذا الكلام، كي تهضر مع صحابك. انا مانيش ما من هذه الفئه رغم اني انا راني كهل، ما نكتبش عليك انا هذه الطابوهات اللي ما عندها حتى قيمه اللي اخرتنا هذه مانيش معاها. انا ليسونسيال انت راكي فاتحه مجال راكم تناقشوا النصوص ولا راكم تناقشوا واحد الطابوهات اللي حتى واحد ما تجرأ من قبل، هذا هو اللي يهم. مانيش عارف اسكو راهم يعتادوا عليك ويقولوا لك علاك تطلعي على دينيين وتناقشي معاهم ولا نو يتهموني برك بالالحاد. مي نو انا ديجا الميساج كي تدخل عندي مكتوب مرحبا بكل المعتقدات، ثم دي الديبو على بالهم باللي نرحب بالجميع عندي انايا. بصح بافا تنوض عركه بين ملحدين الوغ لا كيكون ملحد سني قراني كارثه. اوكي يعني وين يعني نسمع شويه في انتما تناقشوا كثره ما يشعرفش تناقشوا القران ولا السنه ولا الشيوخ ولا جو بوز دي كيسيون توجور جو بوز دي كيسيون باسكو الناس كي تطلع ولو كان ديرهم ان سوجي اوفر يهربوا لك يخرجوك من الموضوع. ايا نحكمهم بهذاك هذاك السؤال، ايا جاوب على السؤال ما عندكش اجابه احبط ما كان لا قاع تطلع. سيتي لا سول سوليسيون معاهم باسكو بارفو يطلعوا يخرجوا لك على السوجي، ما تقدرش تقيديهم كيما يقولوا الفو لي كوينسي في لو سوجي هذا في السؤال هذاك. وانت عندك بزاف في التيك توك تمام طروا موا. كيفاش جاتك هاد ليدي تاع تفتحيه؟ لا بروميير فوا كي فتحت انا كي دخلت التيك توك باسكو جي بيردو اون بيرسون تري بروش ا موا، اي كنت في دوامه من الحزن وكاينه صديقه تاعي اللي نصحتني قالت لي فتحي تيك توك تشغلي روحك شويه اي تو. ايا كي فتحت تحت في اللايف تاعك سيتي ان شوك بور موا باسكو ما نعرفش الدين تاعي و كيما كاع الجزائريين نعرف غير نصلي نصوم وهذا ما كان. سما جو كومونس ا بوزي دي كيسيون، ايا كي نروح لي لايف تاع المسلمين ما نقولهم انا ارفض هذه الشبهات، يقولوا لي انت كافره.
من جات لي ليدي، قلت بوركوا سي با موا دو فير دي لايف، سي ا موا دو بوزي مي كيسيون بور افوار دي ريبونس، باش نلقى الاجابات. يعني راني ندير دي جو في دي زيفور بور بارلي اون عرب باش الناس قاعد تفهم. قلت انا اللي راح نطرح الاسئله والناس تجاوبني، والحمد لله انا حبيت نكون اللايف تاعي للناس المثقفه، سورتو اللي عندهم معلومات، اللي قراو شريعه، اللي عندهم الباجاج يطلعوا عندي ونسقسيهم ويجاوبوني والناس تستفاد معايا. اوكي يا بيان، ولا غير بيان. انا راني نشوف على خطره نشوف اللايف تاعك، كي نفوت نسمع لايفات نقاشات سخونه، وراني ما مكتبش عليك داليا، سي با داميا كيما يقولوا، راهي داليا وداميا وكاع داليات راهم. فرونشمون هذا التقدم اللي وقع في وسائل التواصل سيرتو في تيك توك ما تتخيليش. خاطر انا كي دخلت عندها عام ونص، عام وثمان شهور، صدقيه يعني مام المسلمين ما كانوش يتجرؤوا يحكوا على الطابو هذا، كانوا يطلعوا عندهم الشيوخ وغلقوا وغادي نشكو بكم وشكون ويجيبوا لنا تصاور، كان يخوفوهم يموتوهم ولا يطلعوا معاهم غير واحد لا ديني. اليوم قلت لك راني نشوف اللايفات تاع مسلمات ما يحلوا يطلعوا معاهم ملحدين ويريحوا معاهم كاع اللايف ويتناقشوا معاهم وكلش. فرونشمون شوي فياغ، خاطر النهار اللي بديت هذه الخدمه هذه وكلش، وكنت انا من الناس الوحيدين اللي كانوا في الدبي يروحوا يبروفوكوا الاخوه المتدين المسلمين. انا كنت نديرها اكسبيري، ما كنتش كنت نطلع عندهم ما نحكيش على الدين، بصح كي نحكي معاهم يقولوا لي زعما تعرف يصلي عندي بيدير هذه، نقول لهم ودي انا مانيش، انا جزائري كيفكم بصح مانيش مسلم. مجرد انهم يسمعوا مانيش مسلم كان يحلوا كاع المايك ويحوزوني ويسبوا فيا، كيفاش جزائري ماشي مسلم؟ ما كنا نهضروا على الدين، ما نهضروا والو، ديفو نهضروا على السبور، ديفو نهضروا على حاجات اجتماعيه، كانوا يسبوني. افيك لو طون بشويه بشويه كي بديت نحل، ثلاث شهور من بعد ولاو كاع يقولوا لي غير حبس، ما تحلش، ما تهضرش على الدين، وروح عنا احكي واش حبيت. وبدات غير تزيد. واليوم انا نشوفوا درجه تاع التسامح ولا لا توليرونس راهي انكرويابل مقارنه. ومن هاللايف تاعك، اللايف تاع ديفا هذيك، كاين بزاف اللايفات، مام هذاك سموه هذاك اللي كان يحل زاكي ولا مش عارف كيفاش يسموه، زاك هذاك في الديبي كان مستحيل باش يطلع واحد ملحد ولا لا ديني. دوكا يروحوا عندو لا ديني يقصروا معاه، يقصروا مع المسلمين نورمال في مواضيع اجتماعي، وهذا هو الحلم تاعي انا في الجزائر. فهمت؟ هذا هو الحلم تاعي، باش نحكوا كاع حنايا، ما يكونش فرق بين واحد مسلم غير مسلم، مش مراه راجل، رانا نحكوا خلاص، وكل واحد يحمل في افكاره وكل واحد حر. شوف اللايف اللي تلقيت فيه اكبر شتم كاع كي درت على الامراض الجنسيه المنتقله بسبب تعدد الزوجات. انا هاد لا كيسيون توجو نسقسيها، كي طرحتها طلعوا معايا دي ميدسان مختصين وهضروا معايا في الامراض ايتو. لو كان تشوف المقدار الشتم والسب اللي سمعته هذاك النهار مخك يحبس. وي شفت شويه، شفت هذاك الاخر نتاعهم، شفت شويه كان الناس منارفين وكلش، وشفت مام الادعاءات وباللي الراجل ما ينقلش الامراض والمراه هي اللي تنقل، يعني سمعت واحد الكلام كتصرف مي سي بيان، ما كديري فيه واحد الخدمه دميا عزيزتي، نقول لك برافو برافو كونتيني، وان شاء الله كاش نهار ولا نجي نضرب طلع عندك تما نقصر شويه. والله غير جمال يا مرحبا بك، انا نحب كاع اللي مثقفين مرحبا به عندي، واللي ماشي مثقف كيما انا اميه معليش يجي لعندنا يسقسي يجاوبو، ما تسبوش برك، ما تعيطوش، ما تسبو ما... بصح يا ميهوب انا الماسونيه ماهمش يخلصوني مليح، ماشي كيما انت. انا دوك نقول لهم ينقصوا لي شويه ويزيدوكم انتما. فوالا انا مش حبيت نقول لك ميرسي داك ما شاغ وكونتيني كوم سا اخويا، وكل المسانده وبرافو على الخدمه اللي كديري فيها. ميرسي بوكو ميرو، يعطيك الصحه. ميرسي ما شاء الله، يعطيك الصحه. طيب واش كاين كجديد كشاف؟ ماشي كانت كيسموها اللي غادي دير حوار مع هذاك الاخر ولا مازال؟ غادي نقول لكم مانيش عارف، لا مانيش عارف كان عندي الوقت، غادي نروح نشري دروك، ساشري ونصلي، نصلي العشاء ونشوفكم، مانيش عارف لا قدرنا نشوفكم بعد، نشوفكم بعد تقصيره خفيفه مع غير مع الكفار، جو سي با بوتيتر، نشوفكم بعد، ناخذ راحه ونشوفكم، اي ينتشر في الارض وجوزا، وميرسي على المسانده.